المشتركين بالقناة على اليوتيوب. معكم الفنان توفيق الذهبي، عازف الأورج والموزع الموسيقي في البرنامج التفاعلي لتعليم الأورج بأشهر الأغاني العربية والمغاربية، وكذلك التعريف بالمقامات العربية. فالمرجو منكم دائما السبسكرايب واللايك والشير لدعمنا ولنواصل أكثر. اليوم غناخذ نبدا عن الموسيقى الاندلسيه عبر مقام رمل المايا في اغنيه من حبي في خير الورى، وكذلك مقطع موسيقي مشهور في الاندلسي، وكذلك يا طلعت الثريا مقطع منها صغير. فانا اعتذر ما عنديش الكلمات، ما حافظتش الاندلسي كثير يعني في الكلمات، لكن هذه نبدا فقط بدايه، وان شاء الله فيما نديروا حلقات اخرى، فابقوا معنا لتستفيدوا. من حبي في خير الورى من الاندلسيات المعروفه، هي كتبدا من لا، في المقام ديالها هو رمل المايا اللي كيبدا من الري وكيسالي في الري بدون علامات موسيقيه. غناخذو ايقاع اندلسي مصرف على سرعه 100 ونبداو الموسيقى. احنا عملنا هذا المقطع، هذا غنحاول الان نفصلو ببطء. كنبداو من لا من هنا، نعودها ببطء مرة أخرى. من حب في خير الورى الورى، من حب في خير الورى الورى، محمد حبيب القلوب القلوب، محمد طبيب القلوب القلوب. الآن غنعودها مرة أخرى بالموسيقى. طبعا اكتفينا بهذا القدر في حبي، من حبي في خير الورى.
الان غنعملوا اللازمه المشهوره في الاندلسي. غنبداو من دو من دو. ومن هنا كنطلقوا يا طلعة الثريا. نعاودوا هذا المقطع هذا مرة أخرى. طبعا هذا المقطع الشهير المعروف في الاندلسي غنعاودوه مره اخرى ببطء باش يفهموه الاخوان. نبداو من دو من هنا. دو سي دو ري دو سي دو ري. ومن هنا كندخلو يا طلعة الثريا، نعاودوه وندخلو الغناء الأخير نبدا عنه كذلك. طلعة ثريا في ليلة اعتداء، يا من سطع علي بالذنب والدلال، طلعة ثريا في ليلة اعتدال،
طبعا انا ما عنديش الكلمات يعني للابي يوسف، انا قمت فقط بنبذه عن هذا المقطع وكذلك المقطع الموسيقي، فكنتمنى لكم انكم تستفيدوا، والى اللقاء في حلقات قادمه ان شاء الله.